إذا ننتقل طبعا من الكتابة إلى التمثيل والجزء الأكبر والمهام الأكبر على الممثل، كيف يوصل هاي الشخصية؟ وأنا أتوقع أن الشخصية، شخصية الفنان منذر، كانت من يعني من الشخصيات، يعني من الشخصيات الصعبة، يعني مش أو الأدوار الصعبة، يعني مش أي ممثل يقدر يتقن هذه في تفاصيل كثيرة. يعني أنا يمكن ما شفت المسلسل كامل، لكن اللي إحنا شفناه واللي سواء في هذا العمل أو غيره، يعني كيف استطاع الفنان منذر، يعني كيف تعامل مع هذه الشخصية، كيف بنى هذه الشخصية، كيف تعرف على هذه الشخصية؟ هي الصعوبة كانت في شخصية الغيث، كسر النمط التقليدي في الشخصية البدوية. نعرف الشخصية البدوية فارس وشجاع وكل هاي التفاصيل بتشوفي دائما. أنا عملت هذا الفارس اللي مكسور من جوه، اللي بده يعرف بس نسبه وأهله، إلى درجة طلبوا منه إنه ممكن تأخذ حنايا بس أنت ابن مين. فكان الكسر إنه دائما مثلا إنه لا يا منذر، أنت لازم تكون بقمة الفروسية أو بقمة هذا الموقف. في هذا الموقف أنا أعمل الكسر وعيط إنه هيك صح. قلت لهم هذا عنده جزء ناقص، صح ولا لا؟ عنده جزء مهما كان شجاع بلحظة من اللحظات، إلا يرجع واحد يحكي له أنت طب ابن مين. صحيح. فبيكسر كل الشموخ اللي عنده، خصوصا انه شيء مستمر معاه، مستمر يعني مو شيء كمان عقده عشقه، يعني بالنهايه هي عقده العشق عنده اللي هي نسبه. صح بالضبط. نعم جميل. يعني ما شاء الله تفاصيل الشخصيه. ويمكن اخوي جمال اندمج مع السؤال لانه هو بعد ممثل، يعني سواء دراما او مسرح كذلك، فشوف اندمج. إيه لان انا حاعرف، لان عندي السؤال اللي عارف الممثل وادوات الممثل، يعني سؤال بس لك اخوي منذر، الممثل لما يدخل يتقمص الشخصيه يعيش الشخصيه بكل مصداقيه بكل حذافيرها على اساس يوصلها صح، منذر كيف تعامل مع هذه الشخصيه؟ ومتى دخل في الشخصيه؟ كم فتره طلعت من الشخصيه؟ والله بدي اتكلم شيء يعني بصراحه. حتى انتم مثلا شفتوا لاول مره في عمل بدوي، بتشوفوا الثلج، بتشوفوا المطر، بتشوفوا اجواء مش ما كانت في العين. والله العظيم صورنا في ظروف يعني مدير الانتاج كان يحكي لنا بس نحط ايدنا بجيبته عشان بس ندفي اصابعنا لنقدر. انا وصلت مع الغيث، يعني حتى الاسم كان بشكل لي حالي، انا حنايا الغيث هو المكان اللي بنحط فيه القلب. قديش هذا الغيث علاقته بالأرض وكأنه المطر، وقديش انظلم. أنا كنت بحزن عليه، يعني أنا بالليل قد ما أنا متضايق على الغيث، وخلصنا تصوير في الغرفة بحكي لهم أبوس إيدكم بديش أشوف المشهد، يعني ما خلص يعني بإجراء، يعني لا أنت يعني تعورت قلبي صراحة. ما يعني أنا أحب هذا الممثل لما يكون بهاي المشاعر. تسلم. أي والله. يعني إحنا شفناك شجاع وبطل وغيره، لكن الحين من خلال إجابتك عرفنا بعد إنك شخصية حساسة جدا. تسلم. يعني ما شاء الله قلبك رهيف. جميل حتى الفنان إنه يقدر يكون عنده يعني هذه المشاعر بعد، حتى يقدر يتقمص الشخصيات أكثر. الحمد لله. من شخصية جميلة.